السلام عليكم. بنقدم لكم لأول مرة على مستوى مصر والشرق الأوسط دبلومة الفارماكوكاينتكس. قبل ما نتكلم عن الدبلومة بتاعتنا، عايزين ندي تعريف بسيط كده عن علم الفارماكوكاينتكس. الفارماكوكاينتكس ببساطة هو العلم اللي بيهتم بالدوز ادجستمنت، ازاي اللي انا بظبط جرعات الأدوية بتاعتي المختلفة. ليه الفارماكوكاينتكس مهم؟ هديكم مثال يوريكم قد ايه علم الفارماكوكاينتكس مهم جدا جدا، ويهم الطبيب ويهم الصيدلي ويهم كل واحد بيشتغل في الميديكال كير. هناخد مثال الدواء زي الثايوفيلين. الثايوفيلين ده زي ما حضراتكم عارفين هو عباره عن برونكو دايليتور، بستخدمه في علاج حالات السي او بي دي والازمه. النورمال دوز اللي انا بديها من الثايوفيلين ديلي 200 ملي جرام بي اي دي او مرتين في اليوم، او توتال دوز 400 ملي جرام. الحقيقه ان انا لو جبت مجموعه من العيانين واديتهم نفس الدوز اللي هي 400 ملي جرام ديلي، هلاقي اختلافات او استجابات مختلفه للدواء. هلاقي في جزء من العيانين حصل لهم اوبتيمم ريسبونس، او كان السيمتومز بتاعتهم قلت لحد كبير. في عيانين تانيين هياخدوا الجرعه اللي هي 400 ملي جرام دي ولكن مش هيحصل لهم اي ريسبونس، بل على العكس المرض هيسوء اكتر. في جروب ثالثه من العيانين هياخد برضه نفس الجرعه اللي هي 400 ملي جرام في اليوم، ولكن هي ديفلوب ساينز اوف توكسيستي، هيبان عليه علامات التوكسيستي زي الانكريز هارت ريت والبالبيتيشن. طيب ليه على الرغم الناس دي خدت نفس الدواء وبنفس الجرعه انما كان ليهم استجابات مختلفه؟ ده اللي احنا هنعرفه من خلال دراستنا لعلم الفارماكوكاينتكس. الحقيقه اختلافات استجابات المريض للادويه لفتت نظر كل الميديكال سيتنجز على مستوى العالم، وخاصة في اوروبا ودلوقتي كتير جدا في الخليج، للابلكيشن ان هي تعمل ابلكيشن للعلم بتاع الفارماكوكاينتكس عشان تحسن من مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمريض، ومن ناحية تانية قلل معدلات الوفاة والمشاكل اللي بتحصل من الادوية او من الادفرس دراج ريأكشنز بتاعة الادوية. اول سيتنجز تهتم بالابلكيشن بتاع علم الفارماكوكاينتكس هي هوسبيتالز او المستشفيات. احنا عارفين ان في كل المجالات الطبيه المختلفه، سواء كان قلب سواء كان كلى ان وات ايفر التخصص اللي احنا بنستخدمه، بنستخدم ادويه. الادويه دي ليها حاجه اسمها نارو ثيرابيوتيك ويندو، واللي احنا بنقول عليها الادويه الخطيره اللي ذات السميه التوكسيستي العاليه جدا، اللي انا محتاج اعمل دوز ادجستمنت بدقة عشان ما يحصلش توكسيستي وعشان اقلل السايد افكتس بتاعت الدراج. في مصر هنا يعني الموضوع بدأ يحصل له ادفانس طبعا ان ريسبونس للاكسبانشن اللي حصل في الخليج واللي تلا الاكسبانشن اللي حصل في اوروبا. الموضوع طبعا دخل في اوروبا من فتره طويله وبدا يدخل في مستشفيات الخليج، وبدا هنا يخش في مصر في المستشفيات اللي بتطبق علم كلينيكال فارماسي زي معاهد الاورام وزي المستشفيات الاستثماريه. لان احنا زي ما قلنا ان تطبيق البيزكس والبرنسبلز بتاعت الفارماكوكاينتكس في العلاج ادى الى ارتفاع مستوى الاستجابه الدوائيه للديفرنت دراجز من ناحيه، ومن ناحيه تانية يقلل السايد تقليل السايد افكتس والتوكسيستيز بتاعت الادويه، خاصه الادويه الخطيره اللي ليها نارو ثيرابيوتيك ويندو. الحقيقه الابلكيشن بتاع الكلام ده عشان نقربه لحضراتكم بشكل اوضح شويه، الابلكيشن بتاعت البيزكس اوف كلينيكال فارماكوكاينتكس ممكن نقول عليها اسم تاني اللي هو الدوز individualization او الدوز اوبتمايزيشن، او اللي احنا بنقول عليها دوز تيلورنج. ازاي افصل دوز للعيان؟ زي ما شفنا ان كل عيان ليه استجابه مختلفه للدواء، زي ما شفنا في مثال الصيفين لنفس الجرعه ونفس الدواء لكن استجابات مختلفه. اذا العيانين كل شخص ليه استجابه مختلفه للدواء. طيب ازاي اللي انا اظبط الجرعه؟ عن طريق اللي انا بشوف استجابه كل مريض للدواء، وبناء على هذه الاستجابه دي بقدر احدد هل الجرعه كبيره ولا صغيره. هضرب لحضراتكم مثال متعارف عليه في الميديسن، فاللي احنا بنظبط الجرعه بالبادي ويت او بالبادي سيرفيس اريا. يعني مثلا الامينو جلايكوسايد احنا بنظبط الدوز بتاعت الاميكاسين والجنتاميسين بالبادي ويت. فمثلا الجنتاميسين بنقول الجرعه بتاعته 7 ملي جرام بالكيلو جرام. لو جبت عيان وزنه 70 كيلو جرام،
هتبقى الجرعه المفروض ياخدها 7 في 70 اللي هي 490 مللي جرام. ولكن في عيان هحقنه 490 مللي جرام اللي هي الدوز اللي انا حاسبها بالظبط وهتحصل له توكسيستي. ليه؟ لان زي ما قلنا ما ينفعش احط ستاندرد او حاجه ثابته لحساب الدوز، لا ده الدوز دي حاجه تختلف من شخص لاخر، وبالتالي انا لو طبقت البيزكس بتاعت الفارماكاينيتكس اللي انا افصل دوز لكل عيان، بالتالي اقدر ان انا اخلي العيان يستجيب استجابه قصوى او احقق الماكسيمم ريسبونس للدواء، وفي نفس الوقت اقلل التوكسيستي من الدواء ده. ضمن الابلكيشنز المهمه للفارماكاينيتكس هي ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج. انا مش بس بحسب جرعات الادويه الخطيره، انا ممكن كمان ان انا ابدا اراقب مستوياتها وراقب الليفلز بتاعها، واقدر انا كراجل متخصص في الفارماكاينيتكس افسر واحلل اي تغيرات في البلاد كونسنتريشن، وبناء عليه اعدل من العلاج، ازود الجرعه اقل الجرعه انسوا. عشان كده المستشفيات دلوقتي بدأت تخصص المستشفيات الكبيرة بره في أوروبا وفي الخليج، ودلوقتي في مصر عدد كبير عدد من المستشفيات اللي بتطبق نظام الكلينيكال الفارماسي بدأت تدخل من ضمن الفاسيلتيز بتاع المستشفى هي الفارماكوكينيتيك سلاب. في ديفرنت فاسيلتيز، أجهزة كتير جدا، برامج كتير جدا من سوفت وير بتحسب الدراج دوز وتحلل الدراج كونسنتريشن وتعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج، بيفسرها ويعمل لها انتربريتيشن للكلينيكال فارماسيست. وده اريا اوف سبيشالتي مهمه جدا، لان ما قليلين جدا اللي في مصر على مستوى العالم اللي بيفهموا في هذا البروفيشن. مش بس المستشفيات هي اللي بتهتم بالفارماكوكينيتكس، لا ده كمان الشركات المالتي ناشونال بتهتم جدا بالفارماكوكينيتكس، لان اي ديفلوبمنت لاي نيو دراج او اي فورميوليشن المفروض اللي احنا بنعملها في شركات المالتي ناشونال فارماكوكينيتيك ستاديز. لو حضرتك مسكت اي دواء لاي شركه وفتحت العلبه وقريت البامفلت، هتلاقي جزء في البامفلت عن الدوزنج بيقول الدواء ده بيتاخد بدوز 150 مللي جرام كل ساعتين او كل 3 ساعات او كل 4 ساعات. الدوز والدوز انترفل ده بيحددها الفارماكوكينيتيك ستادي، وبالتالي اي شركه هتطلع اي دواء جديد المفروض هيتعملها فارماكوكينيتيك ستادي عشان نعرف الدوز والدوز انترفل. مش بس كده، لو الشركه بتطلع دواء جديد لمادة فعالة اوريدي موجودة في السوق، وليكن مثلا هننزل فورميوليشن كيتوبروفين، وفي كيتوبروفين فورميوليشن تانية موجودة في السوق، في حاجة اسمها البايو ايكويفلنت ستاديز اللي بتقارن البراندز بالجينيركس وتشوف مين الأقوى بناء على الفارماكوكينيتيك بارامترز، تقارن الاثنين ببعض وتشوف الاختلافات بينهم في الفارماكوكينيتيك وبالتالي اختلافات في الريسبونس. من ضمن السيتنجز اللي بتطبق كتير جدا البرنسبلز والبراكتس بتاع الفارماكوكينيتكس هي ناشونال اورجانيزيشن اوف دراج كنترول والريسيرش ال ان او دي سي اي ار، لان زي ما احنا عارفين ان دي من الاورجانيزيشنز اللي بتهتم واللي جزء من الاريا اوف ورك بتاعها هو الدراج ديفلوبمنت والدراج كنترول، وده مش هيتحقق غير لما تقدر تعمل مونيتورنج وتقدر تعمل اوبتمايزيشن للدراج فورميليشنز ودراج دوسج فورمز الموجوده في الماركت. طيب احنا هناخد ايه في الكورس بتاعنا؟ الكورس بتاعنا مكون من 3 اجزاء. الجزء الاولاني هو البيزك اللي هندرس فيه البيزك فارماكوكينيتكس. هنتعرف في الاول على باك جراوند عن الماثيماتكس، هناخد بعض الماثيماتيكال ريفيوز اللي هنحتاجها عشان نفهم الايكويشن والابلكيشن بتاع الفارماكوكينيتكس. هنتعرف على انواع الرياكشن كينيتكس، يعني ايه فيرست اوردر رياكشن، يعني ايه سكند اوردر رياكشن، يعني ايه زيرو اوردر رياكشن، وكل رياكشن مكان والابلكيشن بتاعته بيبقى فين. زي ما المهندس بيستخدم مسطره و قلم رصاص ومنقلة عشان يصمم لوحة، كذلك الفارماكوكينيتكس بيستخدم أدوات اللي هي الفارماكوكينيتك بارامتر عشان يصمم الدوسج ريجيمين، يقول الدواء ده هيتاخد بدوز قد كذا وكل دوز انترفل مثلا 8 ساعات أو 12 ساعة أو ديلي كل 24 ساعة. هنتعرف بعد كده على الأشكال المختلفة للدراج ادمنستريشن، هنشوف الفارماكوكينيتكس الأدوية اللي بتاخد بالآي في بوش از ويل بولس، اوكي، وهنتعرف على طريقه الادجستمنت اوف الدوزز للادويه بتاخد بهذا الشكل. هنتعرف بعد كده على الفارماكوكينيتكس الادويه اللي بتاخد اورالي، وده الشكل الاشهر والاكثر انتشارا للدراج ادمنستريشن، وهنشوف برضه ازاي نظبط الدوزز للادويه دي. هنشوف الفارماكوكينيتكس للادويه اللي بتتاخد بالاي في انفيوجن على طريق كانيولا او سنترال لاين، وهنشوف ازاي نعدل الدوزز بتاعتها.
هنشوف برضو ازاي نظبط الدوزز بناء على الفارماكوكينيتيك برينسيبل والفارماكوكينيتيك بارامترز بتاعت الادويه اللي بتتاخد بشكل متكرر، خاصه في علاجات الكرونيك ثيرابي، الهايبرتنشن، الدايابيتس اند سو اون. هنتعرف على نوع خاص جدا 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 من الفارماكوكينيتكس اللي هي النون لينير فارماكوكينيتكس، ان في بعض الانواع من الادويه زي الفينيتوين او الكاربامازبين بتتبع شكل معين او بيهيفير معين في الجسم مختلف عن كل الادويه الثانيه. هنشوف ايه ازاي الجسم بيبيهيف على الادويه دي وازاي نقدر ان احنا نعدل او نظبط الدوز بتاعتها على الرغم من صعوبتها. شكل اخر للفارماكوكاينتكس هو الادويه اللي بتتاخد عن طريق الانترميتنت اي في انفيوجن، يمكن اشهرها الكيموثيرابيز ادويه السرطان، والدنجرس انتي بايوتكس زي البانكومايسين وزي الاماكاسين والجنتاميسين اسون. لو دي بتتاخد بشكل انفيوجن ولكن انفيوجن متكرر، هنشوف ايه الفرق بين الانترميتنت اي في انفيوجن والاي في انفيوجن عادي وازاي نقدر نظبط الدوز في هذه الحالات. هنتكلم في الاخر على الهيباتيك كليرنس والرينال كليرنس، وهنشوف والرينال اليمينيشن، هنشوف ايه علاقه الهيباتيك والرينال كليرنس بالكوموربيدتيز. معنى لو العيان الدواء ليه هيباتيك اكسكريشن او هيباتيك كليرنس، هنشوف لو العيان عنده مثلا ليفر فيلير ازاي هنقدر نظبط له الدوز، لو العيان عنده كيدني فيلير ازاي هنقدر نظبط له الدوز بناء على الكليرنس داتا بتاعت الدواء. الجزء الثاني من الدبلومه بتاعتنا بنتكلم على الابلكيشن بتاع البيزكس بتاعت الفارماكوكينيتكس في حساب جرعات الادويه. اول ابلكيشن هنتكلم عليه هو الثيرابيوتيك دراج مونيتورنج. احنا زي ما قلنا في الفارماكوكينيتكس مش بس بنهتم باللي احنا نظبط جرعات الادويه، لا احنا بنهتم بمراقبه مستويات الليفلز بتاع الدراج في البلازما، وازاي ان احنا نقدر ناخد اكشنز لو كانت المستويات دي مش زي ما احنا عايزينها، لو مستوى قليل نزود الدوز، لو مستوى عالي نقلل الدوز. طب هنزودها بمقدار قد ايه؟ هنقلها بمقدار قد ايه؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه في التي دي ام او الثيرابيوتيك دراج مونيتورنج. هنتعرف برضو على ازاي نظبط الجرعات الادويه في السبيشال بوبيليشن زي البريجننت وزي الاوبيز وزي الناس اللي عندهم رينال اند هيباتيك فيلير. هنتعرف على طرق ضبط الادويه، جرعات الادويه للادويه الخطيره اللي التوكسيستي بتاعتها عاليه جدا زي الحاجات الانتي ريجكشن والانتيبيوتكس الخطيره زي الامينوجلايكوسايدز وزي الفانكوماز. هنتعلم اساسيات علم الانديفيدواليزيشن اوف ثيرابي، ازاي ان انا افصل دوز خاصه بكل عيان بناء على استجابه جسمه للدواء ده، وبالتالي احقق لكل عيان الماكسيمم يوتيلايزيشن من الدراج والمينيمم سايد افكتس، وده الهدف من الفارماكوكينيتيك برنسبل. هناخد كلينيكال كيس ستاديز نطبق من خلالها الايكويشنز والساينسز اللي احنا درسناها في البيزك والابلايد فارماكوكينيتكس عشان نعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج وعشان نعمل ادجستمنت للدوزز. الجزء الثالث من الدبلومه بتاعنا بناخد فيه مواضيع ادفانسد شويه في الفارماكوكينيتكس، وهي مركزه على تو فيلدز مهمين جدا وهم يعتبروا احدث تو فيلدز في ابلايد فارماكوكينيتكس، هو الفارماكوكينيتك فارماكوديناميك موديلنج. هنشوف هل نقدر كناس متخصصه في الفارماكوكينيتكس وبين الاستجابه العلاجيه والاستجابه الدوائيه فارماكولوجيكال ريسبونس للدواء. بمعنى مثلا لو انا عندي دواء بيسوبرولول بيتا بلوكر، هل في علاقه بين مستواه في الدم وبين الهارت ريت؟ وهل في طريقه اضبط بها الدوز بحيث تحقق لي هارت ريت معين بناء على السيرم كونسنتريشن ده اللي هنقدر نتعرف عليه في الماركتنج فارماكوديناميك موديلنج؟ وهنتعرف على احدث واخر ادفانس فارماكوكينيتكس هو الفارماكومتريكس. في الفارماكومتريكس هنتعرف على اشكال جديده من الموديلنج زي الديزيز موديلنج. هنشوف ازاي نقدر زي ما عملنا قبل كده موديلز للدواء للدراج، ممكن نعمل موديل للديزيز. طيب انا من خلال داتا بسيطه جدا باخدها من العيان بقدر اصمم او افصل الايكويشنز. الايكويشن دي اقدر من خلالها اتوقع مثلا عيان الدايبيتس ده هيخش في كارديوفاسكولار ديزيز امتى، او كرونري هيجي له كرونري ارتري ديزيز امتى، وليكن مثلا بعد 6 سنين وخمس شهور. وبالتالي ده يديني فكره ان انا ابدا له بيتا بلوكر ثيرابي
بعد 5 سنين من وقت ما حسبت له البارامترز دي. وده على فكره العلم ده الساينس ده من الساينسز كتيره جديده جدا في الفارماكوكاينتكس، ولكن هي هتؤدي الى اوت بريك في علوم الثيرابيوتكس، لان انا هقدر امنع او اعمل بريفنشن ايفيدنس بيزد ودراج بيزد للكومبليكيشنز بتاعه الديز. الدبلومه مكونه من 25 ليكتشرز، هتتاخد لكل ليكتشر عمضار 4 ساعات، وهناخد 1 ليكتشر بير ويك. Thank you. اشوفكم ان شاء الله في الدبلومة. ما تنساش الكالكوليتر.